السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كي بقيتو مع الصحيحه مزيان نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله وبصحه جيده شكرا البنات اللي كيدعمونا وكيتابوناو عندنا مرحبا بالناس الجداد اللي عاد دخلوا عندنا اللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا والفعل الجرس باش ان شاء الله يبقى يوصلوا دائما الجديد اليوم جيناكم فيديو جديد على قناه أتوب حرير دبي ان شاء الله اليوم غادي نختصوا في جوهره جوهره ديال الحرير شي حويجه زوينه كتجي نازله التوب ديالها وما كتبينش كتصلح لبسه او كتصلح قميص اللي بغيتي ديريها كديريها شي حويجه زوينه هذه ما كتبينش وكتجي التوب ديالها حرير شي حويجه زوينه وبالنسبه للجوده كيف ما عودناكم عند اسواق بحال دوبا كنجيبوا النوع الممتاز دخلنا هاد الشهره تبارك الله كنخدموا فيها على طول العام ودخلنا فيهم الناس مزيونين جدادين قلنا نشاركوها معكم تبارك الله كيكون الاقبال على جوهره الناس كيسولونا تيقولوا واش عندك جوهرات وحده اخرين بغينا نوريكم الانواع ديال الجوهره اللي عندنا في هذا الفيديو ان شاء الله كاين هاد هذا هاد هذا عاد جا جديد هذا جاي بحال بيستاج جاي واحد الخضر الفيغدو مغلوق وين ديالو مزيون ونتمنى يكون اللون كيف واضح كيف ما حنا كنشوفو على الواقع هذا الخضيضر اللي شي شويش للكري وين ديالو مزيون وجا جديد كاين كذلك هاد هذا الطوب هذا الباج تعيطوا له الطوب شي حويجه زوينه ومن ناحية لاكاليتي كيف قلت لكم الثوب ديالو حرير كيجي نازل ومن ناحية الجودة الجودة الممتازة التفصيلة ديالو فيها ثلاثة متر وربعين والعرض ديالو فيها متر وخمسطاش الجوهره الممتازة كتكون فيها العرض قصير وبالنسبة للثمن ديالها كدير ميتين, ميتين درهم تبارك الله كنبيعها ميتين وتلاتين ميتين وخمسين والناس ديال اليوتيوب لي يجيو مرحبا بهم ميتين درهم ندير لكم أثمنة ممتازة ومن ناحية الجودة كديها على حسابي وقعت لك شي حاجة أني هنايا نعطيكم الكاليتي والنوع الممتاز حنا الحمد لله عمر شي واحد ما لينا من التوب ديالنا كان دائما كنجيبوا النوع الممتاز كاين كذلك هذا اللون هذا الموف تبارك الله الوينات كلهم دخلوا فيها ديال التضخيم دخلوا فيها الوينات جدادين هذه النوبه عاد دخلت نسلي على البارح وقلت نشاركوها معكم هذا اللون هذا الموف موف اوفيرجي المغلوق وين ديالو تا هو مزيان ولا عشاق المغلوقين كيجي حتى هو قميص يجي مزيون كاين كذلك هذا اللون هذا البلو بيترول حتى هو جا جوهرة جديد تبارك الله دلو دخلو هذه النوبه ديال التضخيم وكيف ما عودناكم عند توب حاري دبي دائما كنجيبوا الجديد والنوع الممتاز الحمد لله وهذه دي بشهاده ديال الجميع ديال الكليان ديالنا البنات الا عجبتكم شي حاجه سكرينيوها وصيفطوها ليا في الواتساب كنوصلوا جميع المدن ومرحبا بكم بالنسبه للثمن كيف قلت لكم 200 درهم تفصيلة فيها 3 متر و40 على متر 15 في العرض كاين كذلك هذا هاد هذا هذا البيج كريمي ومن ناحيه كيف قلت لكم ما كيبينش وكيجي نازل الحرير شي حويجه زوينه وكيف ما عودناكم الحمد لله كنجيبوا البضاعه الممتازه كاين كذلك هذا هاد اللون هذا الكريم مفتوح تبارك الله داخلين فيها الونات ديال التضخيم الونات مزيونين وبالنسبه للشرطه ديال جوهره عارفين كتجي الشرطه هابطه والتفصيله ديالها وافيه كاينين محلات وحده اخرين كيقطعوا غير 3 متر في التفصيله حنا كنحاولوا نقطعوا العبر زايد باش كلشي اللي اللي وافي تبارك الله ولا اللي ضعيف كتجي يعني قميص اولا كتجي لبسه اللي بغيتي تخيطي كتخيطيه كاين كذلك هذا الغوز بيبي مفتوح تدخل فيه الارجونطي في السقلي ملي تخيطيه بالراندا اولا كتخيطيه بالزوق ديال المعلم اولا كتخيطيه بالنسيري السيري تبارك الله دابا حنا فهاد الوقيته هادي ما بقاش كلشي تيبغي, تيبغي يخدم هكا في جوهره ف بالراندا كاين اللي تيبغي يخدم هكا بزوق المعلم كتجي مزيونه قميص او كتجي لبيسه من ناحيه كيف قلت لكم هاد الجوهره ما كتبينش كتلبسيها بوحديتها ما كتبين ما والو كاين كذلك كدل هاد هذا البلون كاسي كاين العشاق ديال هاد اللون هذا العرايسات والحاجات تبارك الله كيجيو كي هاد هذا ما عمرو كيخطانا في المحل وين هذا كيجي مزيون كاين كذلك هذا الوين هذا خضيضر مفتوح حتى هو مزيون تبارك الله انا قلت لكم الوينات كلهم ديال التضخيم حتى الناس ملي كيجيو عندي المحل كيدوخوا شمن ولا يشريو تبارك الله الجوهره هذه النوبه دخلنا فيها اكثر من 30 لون ونحاول نشارك معكم الوينات باش اللون اللي عجبكم مرحبا كاين كذلك هذا الوين هذا الفيغدو سابق وريتكم هذا الوين هذا دابا دا المفتوح ديالو الفيغدو كاين كذلك هذا اللون هذا الابيض لي بلون تبارك الله كاين تا هو العشاق ديالو كيف قلت لكم الثوب ديالها ما كيبينش وكتجي الثوب ديالها حرير والثمن ديالها 200 درهم التفصيله هذا الثمن خاص بالناس ديالي ديال الكليان ديالي ديال اليوتيوب تندير لكم اثمنه مناسبه باش كن باش حتى الناس كيتزعموا كي وكيجيو يتقداو كيكوموندو لي السلعه لهلا يخطيكم الناس اللي داروا فينا الثقه وان شاء الله باذن الله حنا دائما معكم دائما نبقاو ناتيكم بالجديد بالنسبه لهاد الجوهره هذه كدير في محلات واحد اخرين ب 250 درهم 300 درهم انا كنبغي ندير لكم اثمنه مناسبه والجوده راكم عارفين الحمد لله كاين اللي دات من عندي وجربهم وشكرني عليهم حنا كنحاولوا دائما نجيبوا البضاعه الممتازه كاين كذلك هذا هذا الصومو كان العشاق حتى ديال هذا انا عندي قميص بحال هذا هذا تبارك <applause> الله التويب ديالو صبر ولبس باش انا شكرتو ليكم التويب ديالو عندي مجربه تيبقى اصل الله العظيم غير كنصبنو ونلبسو ما كنحددو ما والو والتويب ديالو كيجي نازل يعني ما كيجيش واقف هذه الجوهره ديال الحرير شي حويجه زوينه كاين كذلك الوين نواغ تبارك الله نواغ جاي فيه فونسي الوين ديالو مغلوق مزيون عشاق اللون الاسود تبارك الله كاين العشاق ديال هذا اللون هذا كيجي مزيون حتى هو في اللبس ديالو كاين كذلك هذا اللون هذا الصوم مفتوح في السابق وريتكم المغلوق نعطيكم الفرق باش تشوفوا ما بيناتهم. هذا مغلوق اللي وريتكم في السابق وهذا شي شويش مفتوح ليه؟ كاين شويش الاختلاف هذا مغلوق اللون ديالو مغلوق وهذا مفتوح كاين كذلك هذا اللون هذا جاي خضر بحال عطي شويش الخزي مفتوح تا هو لوين مزيان عاد جا جديد تبارك الله جوهره ديال التضخيم من ناحيه الجوده كيما شكر زعما انا ما كنشكرش السلعه ديالي ولكن كندير ديال الجوده باش كنكسب الكليان الحمد لله كاين كذلك تلوين هذا الغوز مفتوح حتى هو مزيان كاين العشاق ديال هذا اللون هذا اكثر يد الناس كيبغيو في جوهره الوان مفتوحين كيتباعوا كي علينا تبارك الله ومن حيت هذه الجوهره ما كتختار لنا في المحل لا هي ولا الوانات ديالها تبارك الله الجوهره راه خرج هذا الشيء 3 سنين ربع سنين ومن ناحيه الجوده الناس اللي كيجربوها كيجيو ليديو منها لوين اخر الحمد لله كان كذلك الزواقه هذه جات جديده وقلنا حتى هي نشاركوها معاكم جاو فيها غير جوج اللوينات جا جو فيها داك لوغوز جا فيها هادا. الصومو هذا هذا الصومو شي شويش للباج ما هو في الواقع صومو في التصوير بين باج ولكن هو صومو مزيان مفتوح الزواقه كيف قلت لكم في السابق جاو فيها جوج اللوينات الى عجبكم البنات شي لوين سكريني وصيفطوا ليا في, الواتساب نتواصل معاكم ان شاء الله واي مدينه كنتو في المغرب كنصيفطوا جميع المدن والحمد لله صيفطنا لبزاف ديال الناس وتوصلوا بالسعه ديالهم الحمد لله كاين كذلك هاد هذا الزيتي مغلوق حتى هو الوين ديالو مزيون كاين العشاق ديال الوين دي المغلوقين حتى هما هم كيجيو مزيونين وكل واحد والذوق ديالو تبارك الله كيخدم من عند العرايس بزاف كيبغيو الحنه يجي مزيون ملبوس كاين كذلك هاد اللون هذا الموف حتى هو مزيون حتى هذا اللون هذا عاد دخل جوهره في جوهره جديد بالنسبه الزواقة ديال الورده كتجي مزيونه تبارك الله ما عمرها كدي موضه وكيتباع لي هاد الجوهره هذه بالنسبه للمغلوقين جاوا فيهم قليل اللون في اللون والولات المفتوحين تيدخل معاهم الدوغي اولا الارجونطي كاين كذلك هاد هذا الفيغ بيستاج حتى هذا هذا دخل جديد تبارك الله دابا خارجين لونات فلاشي راكم عارفين دابا الربيع والصيف ان شاء الله خارجين دابا في بس لوينات فلاشي اللي تيبغي يدير هكا قميص حتى هكا اللون هذا مزيون تبارك الله كاين العشاق ديال هذه اللونات هادو والناس اذواق كاين كذلك هذا اللون هذا غريب مفتوح بارد كاين كذلك هذا هذا باش كريمي مفتوح حتى هو تبارك الله داخلين فيه الوينات ديال التضخيم هاد نوبة دخلت فيها التشكيلة ديال الوينات جداد دي اللي عاد خرجو دابا في هاد الربيع إن شاء الله كاين كذلك هاد هذا هدا الموف هاد الموف دخل فيها جديد هاد لوين جديد كذلك هاد هذا هدا الطوب جاي شي شويش مغلوق على وريتكم في السابق في الأول قلت الفيديو حتى هو لوين مزيون كاين كذلك هاد هذا البلوروا ديالو حتى هو تبارك الله مزيون هذا البلوروا بلو غويال كاين كذلك هاد هذا لو جون بوسا داخل فيه السقلي في الارجونتي عشاق الولايات المفتوحين تبارك الله كيجيو فنين ديال التضخيم كاين كذلك هذا اللون هذا البلوسييل بلوسييل بارد مفتوح نتمنى يكون جايب على كيبان ليكم كاين كان كذلك لهذا اللون هذا البيج بيج مفتوح كريمي كان هذا شي شويش ديغرادي ديالو اي نعجبكم عجبكم البنات سكرينيوه وصيفطوا طوليا نتواصل معكم في الواتساب وكيف قلت لكم في السابق الثمن ديالها 200 درهم ديالة التفصيله والميتراج ديالها فيها تلاتة متر و على متر و في العرض وبالنسبه للجوده الحمد لله كيف ما عودناكم عند اتوب حرير دبي كنجيبوا النوع الممتاز والبضاعه الممتازه الحمد لله كاين كذلك هذا اللون هذا البلو مارين نتمنى يبان لكم عشاق الولايات المغلوقين حتى هما كيجيو مزيونين كاين كذلك هاد اللوين هذا خضيضر مفتوح كاين كذلك هاد اللوين هذا الزيتي مفتوح حتى هو لون تبارك الله عاد جا جديد كيبغيوه العرايس كاين هاد اللوين هذا وكاين هذا شي شويش راضي عليهم مغلوق عليه زواقه شي شويش مختلفه ولا بغيتو شي حاجه البنات سكرينيوها وصيفطوها لي في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله كاين كذلك هاد اللون هذا الفرق بيستاج تا هو تبارك الله هاد اللون هذا تا هو جديد عاد دخل في جوهره كاين العشاق ديال هذه اللونات هكا فلاشي كيجيو مزيونين ني قميصات الا بغيتي ديريها لبسه كديريها ديري تحت منها بحال دابا هكا ساتان دو اولا ديري تحت منها جوهره نيل كتجي البيصه ديال تضخيم حرير كتجي نازله كتخدم تخدم المعلم او لا كتخدم بالراندا كتجي مزيونه والتول ديالها نازل كاين كذلك هذا اللون هذا الموف حتى هو مزيون هذا الموف مدادي الله لاشطو كيفاش كتجي في الاول فيديو كتجي فنه كتصلح قميص او كتصلح لبسه كاين كذلك اللون هذا المطارد مغلوق حتى هو لون مزيون انا تبارك الله هاد ليهم اللي هما فلاشي جبتهم سير للكليان طلبوني عليهم بزاف الناس يجيو مزيونين ملبوسين كاين كذلك هاد اللون هذا البلو ديال المفتوح نتمنى يكون واضح ليكم مع الضو كيبان هو غري ولكن وراه البلوسي البارد مفتوح ومن ناحية التوب كيف قلت لكم الجودة الممتازة ما كتكمش ماشي ديك الجوهرة العادية الممتازة هادي هادي في محلات وحدة أخرين كدير 250 وخمسين تلتمية درهم أنا قلت لكم 200 درهم بالنسبة للكليان ديالي ديال اليوتيوب كاين كذلك هاد الوين هذا الباج باج مذهب حتى هو مزيون كاين كذلك هاد الوين هذا البلون كاس مفتوح تبارك الله جايين فيها لونات ديال الجوهرا جاو لون ديال التضخيم مزيونين لعشاق <hesitation> تيبات ديال الجوهرا كيجيو قميصات كيجيو فنين، وكاين كذلك هاد لون هذا ضم الغزال بوردو، حتى هو لون مزيون، وبالنسبه كيف قوتكم البنات اي لون عجبكم سكريني وصيفطو ليا في الواتساب نتواصل معاكم ان شاء الله، مرحبا بكم عند أتوا حارج دبي، أي مدينه كنتو نتواصل معاكم ان شاء الله. كانوا هادو هما البنات اللي شاركت معكم كاملين تبارك الله راه فيها كيف قلت لكم في السابق فيها اكثر من 30 لون اي لون عجبكم البنات سكرينيو وصيفطوا لي نتواصل معكم ان شاء الله كيف قلت لكم في السابق 200 درهم التفصيله بالنسبه له الثمن خاص بالكليان ديالي ديال دي اليوتيوب تنبغي نكسب كليا الحمد لله مرحبا بكم البنات وشكرا البنات اللي مازال ما تابوناش عندنا يتابونا فعل الجرس باش ان شاء الله يبقاو يوصلوا دائما الجديد وشكرا البنات اللي كيدعمونا ولهلا علينا ان شاء الله وان شاء الله نتلقى في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته